انا اليح نسمعك كلمه رئيس القافله خونا وحبيبنا وصديقنا كمال. هو اللي مهد في الحقيقه لهذه الرحله وسعه في جميع الاتجاهات وجميل جدا يضاف للقافله هذا الشاب الخلوق الرائع سي عبد الغني. ما شاء الله اخويا معنا وسعد الغني في الحق هكذا كنقول هو سعد الغني. سعد الغني اول انه يقول القبيله القياده لكم. لا فرنسا انا قايدها هكذا سي الجمعي. هنا فرنسا جاده عبد الغني خبرك راه جاني وحنا يعني قاعدين على كل حال يعني في الحق في هذه الصبيحه يحضرنا شيء برك يعني ونحن سائرون في اتجاه قلمة من مسيلة إلى باتنا إلى قلمة كما قال سيد جمعي استمارية المبادئ بالدرجة الأولى. نحن جيل ننتمي إلى فترة زاهية من تاريخ الجزائر وعشنا على كل حال مع الراحل وبقدر ما نقول والبقى لله كلنا سائرون ولكن تبقى المباني تبقى الخصال تاع الرجال هذيك تبقى كما قال سي عبد الملك ليست حكرة على رجل ولكن كل من هو مخلص للوطن كل من هو باقى ملتصقا بالشعب وبمعاناة الشعب وبأمل الشعب هذا يبقى في الذاكرة الجمعية نتاع الشعب الى ابد الابد. نرجعوا للتسميات المحرفة من الامازيغية الى اللغة العربية مثلا تلقى كلمة عين مثلا عين صالح عين أميناس هي ليست عين هي اسمها إن صالح إن للذكر وتن للأنثى. مش معنى إن تن مثلا تحها ملك لها صاحب هذه ملك صالح هذا ملك صالح وهذه ملك زواتين ملك دوف مثلا تن دوف تن زواتين تن هنان تن هو للأنثى وإن للذكر إن مناس إن صالح يعني وين تلك ثم هذه كلمة عين بدعة بدعة هي إن في بعض الأماكن ليس كل الأماكن وليس كل الأماكن لأن كان بعض الأماكن تلقى عيون بعد الفتوحات سميت باسم عربي. معليش نضيف واش حاجه معليش ضيف لا هذه التمكين المجتمع باش يعرف اكثر. نهزو مثلا عين البيضاء يقال تاريخيا يقال ان عين البيضاء سميت بعين البيضاء لان قائد من القاده نتاع الجيوش الاسلاميه من الهلاليين بالدرجه الاولى كانوا مقيمين في تلك المنطقه وكانت عين جارية فيها ماء هذه العين تذهب كان المساعدين تاع الامير كانوا ياخذوا هذيك الفرش تروح تشرب هذيك العين فانتسبت لها العين هذه يقولوا هذه عين البيضاء نسبة الى الفرس البيضاء. وي يعني هذه المدينة جديدة حتى هنا ما سمعت انا عن عين ياقوت هي التسمية الحقيقة فعوينت نتقوث فعوينت نتقوث سموا عين ياقوت يقال ان ياقوت هذه من جميلات العرب من جميلات العرب كانت مقيمة بهذه المنطقة مرت امير او قائد او شبه هذا القبيل لكن الاصح فعوينت نتقوث زيد رجع لهم نعطيك زوج كلمات وحنا في بلدية عين ياقوت هنا التحقنا هنا ان شاء الله هنا نس قهوة وثم نستمر صلاة عين ياقوت هذه هي تبعد 35 كيلومتر على مدينة باتنا 100 متر على مدينة قسنطينة وهذه هي مسقط رأس قائد الولايه الاولى التاريخيه سي محمد العمودي هذه اللي حبيت نقول لكم برك عليها وقايد صالح ونعمل قايد وكثير من